السؤال الرابع عشر، الأخ أحمد جعواني، أشكرك حبيبي. أنا ما فهمت يعني قصدك بكلمة كيف يكون المجتمع ممكنا. ممكنا، الشق الثاني، كيف يكون تأصيل وزراعة القيم الحميدة لدى الناشئ؟ أو إنك أنت تقصد بكلمة ممكنا كيف يكون تأصيل وزراعة القيم الحميدة لدى الناشئ؟ خليني، كوننا يعني الحوار بيننا صامت وجامد، ليس مثلا أخذ وعطاء، أنني أتكلم بعموم أو خاطر عامة حول السؤال. أنا من وجهة نظري، حتى يكون المجتمع يعني القيم التي فيه يعني قيم صحيحة وقيم نبيلة وقيم مدروسة، يجب أن تطرح من الجهات التربوية والجهات السيادية والدولة، تطرح منظومة القيم، وبعدها عندما يعني تطرح منظومة القيم وترسل للإعلام وللتربية وللتعليم، وتبدأ كل جهة أو كل مؤسسة لها دورها في يعني غرس القيم، تنميتها، زرعها. أحيانا يكون الغرس من مسؤولية جهة ما، ويكون التنمية مسؤولية جهة، والتعزيز مسؤولية جهة. فإحنا مثلا لو يعني نأخذ مثال واضح جدا جدا جدا، قيمة المواطنة. قاعدين يعني نناقشها في المنزل، قاعدين نناقشها في المدرسة، في الإعلام، في العمل. شوف كم جهة اشتركت فيها، لأننا استهدفناها. فأنا أقول يعني لو أننا يعني عملنا منظومة للقيم، ووزعنا القيم إلى محاور، وزعنا القيم إلى مستويات، وبدأت طرحت يعني بشكل يعني مؤسساتي وبشكل استراتيجي، أتوقع أنه يعني بإذن الله أن هذه الجهات ستتكامل، ولا يكون هناك جهة تبني وجهة تهدم. وأنا أتكلم عن القيم، تذكرت موقف ما له علاقة، بس تذكرت أنه يعني كيف تتكامل الجهات. يقال أنه في فيلم من الأفلام طلع، يعني مسلسل ساخر طلع في عسير، وكان يسخر من قيم أسرة معينة أو قبيلة معينة. فهذه القبيلة في عسير، فهذه القبيلة يعني ما لها طاقة بهذا يعني البرنامج الذي ظهر في وسائل الإعلام، ولو جهات قد تؤيده. رفع الأمر إلى سمو الأمير، أمير المنطقة، منطقة عسير. الأمير يعني أمر هذه الجهة أنها تسحب الفيلم وتنشئ فيلم يعزز قيم هذه، يثني على قيم هذه المنطقة أو قيم هذه. فهذا يدل على أنه حتى القيم هذه، حتى نمكن لها إن صح التعبير، يجب أن تشترك فيها عدة جهات حتى تصبح القيمة هذه قيمة بالفعل، قيمة أصلية، وقيمة يعني يكون لها ثمنها وتقديرها عند الناس.